طيب الله أوقاتكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة. نأخذكم إلى أهم الأحداث الرياضية التي نحرص أن نضعها أمامكم أولا بأول. نبدأ جولة الشوط الثالث هذا اليوم من أهم العناوين. نادي دجلة الجامعة العراقي يحقق الفوز على طنجة المغربي في مباريات بطولة الأندية العربية بكرة السلة. الكهرباء يخطف 3 نقاط مهمة من فريق أهلي حلب بعد الفوز عليه بهدفين دون رد ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي. ومدينة أربيل تشهد افتتاح الدورة التدريبية الآسيوية لمدربات كرة الصالات للفئة الأولى. هذه كانت أهم العناوين، سنأخذكم إلى تفاصيل أكثر بعد فاصل قصير، ابقوا معي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم مرة أخرى سادتي الأحبة، ونبدأ جولة الشوط الثالث هذا اليوم من مباريات بطولة الأندية العربية بكرة السلة، إذ حقق فريق نادي دجلة الجامعة ممثل العراق في بطولة الأندية العربية بكرة السلة فوزا على حساب مجد طنجة المغربي ب 95 إلى 74 نقطة. ويشارك فريق نادي دجلة الجامعة ممثلا عن الأندية العراقية في منافسات البطولة العربية اللي يقيمها الاتحاد العربي لكرة السلة بمشاركة 18 فريقا يمثلون مختلف أندية البلدان العربية والتي قسمت على 4 مجاميع. وخسر دجلة بمستهل مشواره أمام الأهلي المصري ب 92 إلى 77 نقطة. وكان فريق دجلة الجامعة خرج من بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي اختتمت في قطر وكانت تنشيطية لبطولة الأندية العربية بعد خسارته أمام نادي الفتح المغربي، ثم فاز في مباراة واحدة على العربي الكويتي. نأمل الموفقية والنجاح لفريق دجلة الجامعة بكرة السلة، هذا النادي الفتي الذي استطاع أن يكون رقما في الأندية العراقية بكرة السلة بعد نتائجه الكبيرة في مباريات الدوري الممتاز، وبالتالي رشح من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة ليكون ممثلا للأندية العراقية في بطولة الأندية العربية. إلى يوميات دورة الألعاب الآسيوية وهي تدخل يومها 12، اكتفى الملاكم العراقي علي قاسم حمدان بالوسام النحاسي في منافسات وزن 63 كيلوغرام بدورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته أمام منافسه من الصين تايبي لاسي بالنقاط في الدور نصف النهائي، وبذلك يكون العراق قد حصل إلى الآن على وسامين نحاسيين، الأول لسيف طاهر في فعالية التايكواندو والثاني لعلي قاسم حمدان في فعالية الملاكمة. وتأهل رباعي فريق العراق بفعالية 4×400 متر بألعاب القوى بتسجيله زمنا قدر 3:07.58 الإشارة تجدر إلى أن نهائي فعالية 400 بريد ستجري عند 8:30 من مساء الأربعاء في ميدان الملعب الأولمبي الرئيسي من مدينة هانزو، فيما يواصل لاعب الجاجستو علي أحمد تدريباته استعدادا لخوض غمار منافسات الدورة، حيث يتطلع الجميع لتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموح الجمهور والمتابعين. هذا وغادر مدينة هانشو وفد الكوراش والكانوي بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية.
طبعا مبارك لبطلنا علي قاسم حمدان البطل العراقي اللي قدم كل شيء وحاول أن يصل إلى أبعد نقطة هي الوصول إلى الوسام الذهبي، لكن قدر الله ما شاء فعل. يجب أن نعترف أن هناك تطورا وملحوظا وكبيرا في البلدان الآسيوية من حيث البنى التحتية، من حيث أمور كثيرة، ولكن علينا أن نشيد بإمكانية اللاعبين العراقيين اللي أساسا يحاولون فعل شيء أمام هذا التطور العملاق الذي أصاب القارة الآسيوية. ولا بد أن نبارك لسيف طاهر علي لاعب المنتخب بالتايكواندو، أمن كبير بألعاب القوى وأمن كبير برفع الأثقال، لكننا سنتحدث تباعا عن المشاركة العراقية اللي للأسف الشديد هي كانت فقيرة، ولكن يبدو أن اللجنة الأولمبية ارتأت أن تقتصر عدد المشاركين اللي تتزامن مشاركتهم مع حصولهم على الإنجاز، وهذا موضوع راح نفتحه إن شاء الله قريبا. نذهب إلى تصريح أدلى به مشرف ألعاب القوى العراقية زيدون الخفاجي الذي تحدث عن تأهل المنتخب العراقي بركضة 4x400 بريد. نتابع هذا اللقاء اللي أجراه الزميل الصحفي محمد إبراهيم موفد اتحاد الصحافة إلى دورة الألعاب الآسيوية. بعد ختام فعالية 4x400 متر بمشاركة الفريق العراقي في هذا السباق، تأهل الفريق العراقي إلى دور النهائي بأفضل زمن بعد قطر والهند وتايلند. إن شاء الله ستكون هناك منافسة قوية ونعول على تحقيق إنجاز متقدم أو منافسة تحت الميداليات، لأن الفريق العراقي لديه إنجاز أفضل. كانت الحقبة التكتيكية في هذا السباق هو لغرض الصعود إلى الدور النهائي فقط، وعدم بذل الجهد العالي لغرض تكوين هذا الجهد إلى الدور النهائي. إن شاء الله ستكون منافسة بعد غد وستكون هناك منافسة قوية. شكر للدكتور زيدون، أمنياتنا القلبية بمزيد من الإبداع، مزيد من التألق إن شاء الله. ونذهب إلى إعداد المنتخب العراقي برفع الأثقال اللي راح يشارك إن شاء الله في فعاليات رفع الأثقال، إذ يفتتح اليوم لاعبو المنتخب الوطني برفع الأثقال منافساتهم ضمن سباقات دورة الألعاب الآسيوية في هانغشو الصينية، وهناك فرصة حاضرة لأبطال العراق بالحصول على مراكز متقدمة ونيل الأوسمة الملونة، لا سيما بعد النتائج الإيجابية اللي حققتها رياضة الإنجاز في المسابقات الأخيرة، ومنها الدورة العربية في الجزائر وبطولة العالم في السعودية، وحقق فيها الرباع قاسم حسن المركز الأول في وزن 96 كيلوغرام بعد أن رفع في فعالية الخطف 175 كيلوغرام، بينما تمكن زميله الرباع علي عمار يسر من التواجد بالمركز السابع عالميا ضمن العشرة الأوائل الذي يحق له متنافس في البطولات العالمية المقبلة من أجل ضمان التواجد في أولمبياد باريس 2024. أيضا نعول على هذا الاتحاد الذهبي، الاتحاد الذي يأبى أن لا يشارك إلا ومعه يخطف العديد من الميداليات. الدورة الآسيوية الأخيرة استطاع لاعبون أن يخطفوا وسامين ذهبي لصفاء راشد وفضي لسلوان جاسم، هما الآن أيضا يعني سلوان يشارك بهذه البطولة، وأمن بالبطل علي قاسم وأمن بعلي عمار إن شاء الله الموفقية والنجاح. أيضا نتابع ما تحدث به الكابتن محمد جواد مدرب المنتخب الوطني برفع الأثقال عن استعدادات لاعبي للدخول في غمار منافسات البطولة الآسيوية. طبعا هذا اللقاء اللي أجرى الفريق الإعلامي الموفد لتغطية بطولة دورة الألعاب الآسيوية، نتابع. البطولة قوية أقوى من بطولة العالم، لكن إصرار أبطالنا قاسم حسن إن شاء الله نحرز أحد الأوسمة مع منافسة قوية وشرسة مع خيرة أبطال العالم مثل الصيني والكوري. هالبطولة ضافت إلى شنو؟
وزن 89 راح يلعب نفس وزن 96، والمنافسه راح تفضل شرسه ان شاء الله. ان شاء الله نحقق ارقام اقوى، ارقام جديده اقوى من بطوله العالم لكي نحصل على احد الاوسم، عون الله تعالى. نأمل الموفقية والنجاح لاتحاد الأثقال، ونأمل الموفقية والنجاح لجميع المتسابقين. قبل ما أذهب إلى المحور المهم في حلقة هذا اليوم، يبدو أن مشاركات الرياضة العراقية في محافل عربية وآسيوية كشفت مدى التراجع المخيف الذي أصاب الرياضة العراقية، دون قصد طبعا، بسبب الظروف اللي مر بها البلد، بسبب غياب الخطط والمنهجية والاستراتيجية، غياب الأموال. يعني احنا حتى ما نحمل كل الرياضيين المسؤولية أو الاتحادات، أيضا نحمل التخصيصات المالية اللي لا تسمن ولا تغني. هذه الأموال اللي إذا ما قارناها بالأموال المصروفة على الاتحادات العربية والاتحادات الآسيوية تكاد تكون لا شيء. إذا أردنا أن نصنع بطل فعلينا أن نخصص الأموال وأن نخصص البنى التحتية ونجعل له منهاجا وفق استراتيجية ومنهجية. إحنا هاي الأمور كلها غايبة عنا للأسف الشديد، أرجع وأقول بسبب تخبط الكثير من رؤساء الاتحادات اللي ما عاد في جعبتهم تقديم شيء جديد، بسبب نضوب الفكر الإداري اللي عندهم، لأن صار لهم 15 و16 و20 سنة. يعني الإنسان من يبقى في مكانه ولفترة طويلة ويحقق كل الطموحات اللي يبحث عنها، طبعا طموحاتهم الشخصية مو طموحاتهم الرياضية، لأن أكثرهم ما خدموا الرياضة العراقية، خدموا نفسهم. لذلك علينا الآن بثورة تصحيحية أن نجعل الرياضة العراقية تعود. وهذا الموضوع المفروض الحكومة العراقية الآن تنتبه لهذا هذه القضية، هي قضية إعادة إعمار البنى التحتية وتوفير البنى التحتية لجميع الاتحادات، وخصوصا الاتحادات اللي حاولت أن تفعل شيء. هي اتحادات ترى 4-5 اتحادات معروفة للقاصي والداني. هاي الاتحادات إذا تم الاعتناء بها وتوفير لها البنى التحتية الخاصة بها وتوفير الأموال شرط المراقبة، يعني ما ننطل الأموال للرئيس الاتحاد ونقول له اصرف براحتك، لا، ننطل الأموال إلى شخص ممثل من الحكومة ويتابع وفق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد البطل ونحقق نتيجة. يعني إحنا ترى الآن بعد الفرق الكبير الشاسع ما بين العراق والقارة الآسيوية في كل المجالات، إذا بنى تحتية وإذا رياضيين وإذا أبطال وإذا وإذا، ترى احنا كل شيء ما عندنا. حتى نكون منطقيين، بطرق كم ملعب لكرة القدم وبطرق كم قاعة أكل الدهر عليها وشرب، ما عندنا ترى احنا. يعني الآن نستجدي القاعة، نستجدي التارتان، نستجدي الملاعب، نستجدي كل شيء. فالتفكير لكرة القدم وبس. نعم كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى الجماهيرية، بس أنا مو أكل من جرف بقية الألعاب، هذا اللي نريد نقوله. أذهب مشاهدينا الأحبة إلى فريق الكهرباء العراقي الممثل الثاني للكرة العراقية بعد الزوراء في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، اللي استطاع أن يحقق فوزا رائعا على أهلي حلب السوري في المملكة العربية السعودية بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، إذ حقق نادي الكهرباء فوزا مستحقا على أهلي حلب السوري بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي. المباراة جرت في الساعة 9 على استاد الملك عبد العزيز في نادي الوحدة بالسعودية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر رأسية المدافع نجم شوان، ثم أضاع لاعب الكهرباء السنغالي داوودا ركلة جزاء في الدقيقة 93، وفي الدقيقة 95 جاء هدف الكهرباء الثاني عبر المحترف الغاني دينيز. وكان فريق الكهرباء قد تعادل سلبا مع ضيفه الكويت الكويتي في مباراة الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي على ملعب جذع النخلة في البصرة. المبارك لفريق الكهرباء هذا الفوز، و
نهنئ طبعا الكادر التدريبي وإدارته وبالتأكيد سعداء بهذا الفوز مع ألمنا الكبير للنقاط اللي يهدرها فريق الزوراء ممثل العراق في كأس الاتحاد الآسيوي بعد خسارته الأولى أمام العربي الكويتي في البصرة، ومن ثم التعادل بهدف لمثله أمام الرفاع الغربي في مباراة الأمس. اليوم سادتي الأحبة راح نناقش الأداء اللي قدمه فريق الكهرباء وفريق الزوراء في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، واللي راح يكون ضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو واحد من نجوم الكرة العراقية وهو الآن مدربا معروفا في فريق الزوراء. أحيي أجمل تحية النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن إبراهيم علي الذي يتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن إبراهيم مرحبا بك ضيفا عزيزا وكريما في حلقة الشوط الثالث من الشرقية. أستاذ محمد مساء الخير عليك وعلى قناة الشرقية وبالخصوص الشوط الثالث، وأحييك أجمل تحية لأنه أنت حقيقة تنطي الحقائق الرياضية بما فيها. الحمد يعني لله. أنا دا تابعك قبل 10 دقائق شون دا تتكلم عن البنى التحتية وغيرها، وهذا حقيقة أنه فاقديها، لكن بارك الله بك وهذا البرنامج مالك، وإن شاء الله اليوم نكون أهلا من ما تريده من عندنا حول البطولة الاتحاد الآسيوي. أهلا وسهلا بك كابتن العزيز إبراهيم علي، سعداء جدا بوجود قامة كبيرة كروية في برنامجنا لهذا اليوم. أرجو أن تبقى معي والسادة المشاهدين لنتابع هذا التقرير اللي عاد زيد السراج واللي يتحدث عن فوز الكهرباء وتعادل الزوراء في مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. إلى زيد السراج. فرض التعادل نفسه على الزوراء في ثاني اختبار له ضمن كأس الاتحاد، ولم تنجح النوارس في المحافظة على طيرانها حتى الدقائق الأخيرة أمام الرفاع البحريني والذي تمكن من تسجيل التعادل وتقاسم نقاط المباراة، الأمر الذي عقد من مهمة الزوراء بعد خسارته الأولى أمام الفريق الكويتي، فيما تألق فريق الكهرباء وتصدر مجموعته الآسيوية الثانية بعد فوزه على أهل حلب السوري بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة الرابعة من تعادل وفوز. وتبقى جولات عديدة للفرق العراقية المشاركة نتمنى من خلالها أن تصل إلى الأدوار الأخيرة لتحقيق إنجاز آسيوي جديد بعد إنجاز القوة الجوية والذي حقق اللقب 3 مرات. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير، نبارك للكهرباء وبالتأكيد نقول هارد لك لفريق الزوراء. أستاذ إبراهيم أجدد الترحاب بك مرة أخرى في هذه الحلقة، وأود أن أتحدث معك رؤيتك الفنية لما قدمه فريق الكهرباء في مباراته الثانية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن كان قريبا من الفوز في المباراة الأولى أمام الكويت الكويتي لكنه تعادل سلبا، واليوم يعود ليسجل فوزا خارج أراضي على أهل حلب. ماذا نتحدث عن هذا الفريق كابتن إبراهيم؟ حقيقة في بداية الأمر أبارك لفريق القوة الجوية لعبا ونتيجة، وأبارك إلى فريق الكهرباء لعبة ونتيجة، أنه فريق الكهرباء من الفرق الممتازة. فريق الكهرباء قدم لمحات فنية في الموسم الماضي في الدوري العراقي، فريق مستقر، عناصره موجودين، مدرب ماله مستقر، صار له 2 أو 3 سنين مع الفريق، فمستقر تماما من ناحية الإدارية والفنية والخططية. فريق الكهرباء فريق فتي، دا يلعب كرة حديثة، دا يلعب مثل ما يريد المدرب، وحقيقة أنه فريق الكهرباء فريق يقدم مباريات على مستوى عالي ونتيجة على مستوى عالي. هذا ما نتمناه من الفرق الأخرى المشاركة في بطولة الاتحاد الآسيوي، وأني أهني إدارة نادي الكهرباء وأهني المدربين واللاعبين جميعا على هذا المستوى اللي قدموه والنتيجة اللي قدموها يوم أمس، وهذا ما نتمناه أنه من الفرق العراقية اللي شارك في البطولات الآسيوية إن شاء الله. نعم،
كابتن، طبعا يؤلمنا ما يحصل في فريق الزورة، وأنت واحد من أعمدة هذا النادي اللي تشرف فريق الزوراء ومثل إبراهيم علي لاعبا ومدربا وقائدا في حقبة زمنية جميلة. نرى الزوراء يتقهقر ويتراجع بالنتائج للأسف الشديد، وآخرها هي غياب تحقيق الفوز في كأس الاتحاد الآسيوي. يعني بماذا تعزي الأسباب اللي أدت لعدم تحقيق الفوز الزوراء بصراحة كابتن إبراهيم؟ والله أكون وياك صريح، أنا عن قرب على نادي الزوراء ودا أعمل حاليا في نادي الزوراء، وأنا أنقل لك الحقيقة أنه نادي الزوراء حقيقة استقطب 7 إلى 8 لاعبين جدد، ومدرب حسام البدري أيضا الرجل اللي دا يقود الفريق مدرب جديد، وما أخذ حقيقة المدرب فرصته الكافية بالجانب التدريبي، لأنه أسبوعين ودخل إلى منافسات الاتحاد الآسيوي، وهذا أني في رأيي أنه قليل. يفترض أنه حسام البدري أقل تقدير في الشهرين مع الفريق حتى يعرف اللاعبين بالجانب الفني والجوانب الأخرى، لأنه الرجل أسبوعين، والأسبوعين كلش قليلة، يمكن لعب مباراتين، واحدة مع منتخب الموصل والأخرى مع الكهرباء، هذا ما يكفي مثل فريق الزوراء. فريق الزوراء فريق كبير جدا، إلى باع صاحب إنجازات كبيرة، لكنه الفرصة اللي اجتي لا من جانب اللاعبين اللي استقطبناهم ولا من جانب المدرب اللي استقطبناه، لأنه المدرب فترة قصيرة جدا ودخل معترك البطولة، وأيضا اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين أيضا جدد، لكن أنه أني متفائل بالفريق بعناصر ممتازة، مدربة جيد جدا، إدارة كابتن ممتازة إبراهيم. متفائل بالأيام القليلة. نعم يعني عفوا، تعتقد فريق الزوراء نعم عنده الأدوات اللي تؤدي إلى النجاح والعودة إلى المنصات؟ لأنه كثيرين يتحدثون أنه فريق الزوراء ما يمتلك الأدوات. نعم مدرب كبير، رغم أنه هذا المدرب بعيد عن الكرة العراقية بحكم يعني هو رجل قريب من الكرة الأفريقية الشمال أفريقية، وعمله في تونس في مصر، لذلك هو بعيد عن الدوري العراقي. أما سؤالي هي عدم توفر الأدوات الناجعة بالنسبة لفريق الزوراء، فما أدري شاطرني الرأي أم لديك رأي آخر؟ أستاذ محمد، حقيقة أنه هو المدرب كبير وعمل أكثر دول أفريقية، وإجا إلى العراق عمل مع نادي الزوراء، لكن الفترة مالته أستاذ محمد جدا قصيرة، وراح على معترك الاتحاد الآسيوي ودخل هو وفريقه، هذا يراد لوقت، يراد لأقل تقدير شهرين. لكن أني شفت المباراتين حقيقة، أنه المباراتين هي صح مو بالمستوى المطلوب لنادي الزوراء الكبير، لكن انه على الايام القادمه انه فريق الزوراء راح يقدم، وانا اتوقع انه المباراه القادمه مع فريق النجم اللبناني راح يقدم مستوى، لانه اعتقد عرفوا المسؤوليه وعرفوا ما جاوبتني على سؤالي، وعرف المدرب اللاعبين من هو. ما جاوبتني على سؤالي. لا موجودة الأدوات اللي من اللاعبين، أنا أقصد اللي موجودة أدوات اللاعبين، الأدوات هاني اللي هذا أقصد. أي الأدوات. نعم. الأدوات موجودة. نعم. أي أفهمك هاني أستاذ محمد، الأدوات موجودة من المحترفين والمحليين، لكن إنه ينقصهم الانسجام، لأنه الانسجام جدا قليل سواء المدرب أو اللاعبين، وبالتأكيد يجوز، أنا متأكد إنه لاعب ما يعرف اسم لاعب آخر لأنه الفترة قصيرة، والآن متوقع أنه الأدوات ممتازة سواء المدربين المحترفين أو المحليين، وإن شاء الله. طيب. الأيام القادمة هي راح تكشف أنه من نادي الزوراء الرياضي. أنا هذا السؤال اللي راح أوجهه لحضرتك سألته فيما مضى لشاكر الجبوري، ولكن عندما أسأل إبراهيم علي أكيد سؤالي نعم بجواب بنكهة خاصة، لأن إبراهيم علي الماركة الزورائية، إبراهيم علي الذي تدرج من الناشئين للشباب للفريق الأول للمنتخبات الوطنية من كنف هذا الفريق، تاريخ كبير وطويل يحمل إبراهيم علي. سأسألك هذا السؤال وأنتظر إجابة صريحة.
الزوراء الكبير، مدرسة الكرة العراقية كما يحلو أن يسميه عشاقه، ما عاد يصنع نجم مثل ما صنعتم عمالقة ونجوم الكرة العراقية. الزوراء دائما يصدر نجوم، الزوراء يصنع لاعبين، يصنع مواهب، لاعبين يجون مغمورين يلعبون بالزوراء يصيرون نجوم كبار ويروحون يمثلون الأندية. لكن الآن منذ سنوات الزوراء يبحث عن اللاعب الجاهز. هل تعطلت ماكينة صنع المواهب في فريقكم كابتن إبراهيم أم هناك أسباب أخرى؟ أستاذ محمد، حقيقة أنا أعمل مشرفا على الفئات العمرية، سواء البراعم الأشبال الناشئين الشباب الرديف. حقيقة أنه تعرف فريق الزوراء زاخر بالنجوم من الفئات العمرية، أو درحل من فريق الشباب أو الرديف كل موسم 3 إلى 4 لاعبين إلى فريق الأول. وأنت تعرف فريق الأول الجماعة مضغوط، فريق الأول المدرب أيضا مضغوط، لأنه يريدون الجمهور نتائج، ما أنه يتأمل ويوقف فترة طويلة على هذا اللاعب اللي راح ندزله هو عمره 18 أو 17 سنة. ولذلك أنه نادي الزوراء منجم للاعبين الصغار، ودنضخ للمنتخبات، ودنضخ إلى نادي الزوراء الأول. لكن هي المشكلة وين؟ ضغط الجمهور والنتائج اللي تخلي المدرب أنه ما يباوع الشباب. بدليل هسه عندنا حيدر سيدوري ومحمد الولد محمد علايلي، وعندنا لاعبين آخرين هسه بدأوا أنه ينضجون، وأعتقد أنه المدرب راح يزجهم في مباراة الدوري أو في مباراة الاتحاد الآسيوي. الزوراء ما يتعطل بالفئات العمرية أبدا، لأنه فئات العمرية لو فد يوم تجي وتشوف الفرق الفئات العمرية والنجوم واللاعبين الواعدين ممتازة، وعملنا ممتاز بالفئات العمرية. بس أنتوا تاريخكم صدرتونا إبراهيم علي وعدنان درجال، وصدرتونا عادل خضير، وصدرتونا الراحل أحمد راضي، وصدرتونا صاحب عباس هشام محمد، حسام فوزي، نجوم كبار وعمالقة. صحيح. الآن يعني أنا أتحدث، ترى الزوراء بيضة قبان الكرة العراقية كابتن إبراهيم، اختلفنا ما اختلفنا حتى نكون واقعيين. أكيد. بيضة قبان الكرة العراقية وفريق الزوراء، بالإضافة إلى الجوية، الشرطة، ذولا ملح الكرة العراقية. لكن عندما أرى أنه الزوراء الآن يبحث عن لاعبين ويبحث عن محترفين ويبحث ويبحث وما يجيب، يعني بتاريخ الزوراء ما صار انه ما عنده مهاجم. احنا طيلة مباريات مواسم الكرة الهداف يا الزوراء يا الجوية، مرات يروح الشرطة. لكن الان صحيح. ماكو كابتن، يعني هو صحيح. هذا اللي انا استاذ محمد اني 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 افهمك وافهم ان ما انت شنو اللي تريده، انه الزوراء كبير، الجوية كبير، الشرطة كبير، الطلبة كبير، وباقي الأندية كبار. أنا معاك، لكن إنه هذا الوضع الحالي، إنه اللي الآن إحنا اللي موجود عليه هاي اللاعبين، يعني ما وين منين تروح تجيب لك مهاجم؟ تريد أنت إذا تريد على جانب المحترفين، إذا تريد تجيب مهاجم من طراز أولي راد له أموال زين، وإذا تريد إنه تجيب مهاجم محلي، هاي المهاجمين المحليين اللي عندنا. أستاذ محمد، الزوراء ما يبخل أبدا على لاعب مهاجم أو مدافع أو لاعب وسط. لكن هاي اللاعبين اللي موجودين اللي دا يتنقلون من نادي إلى نادي، هذا الموجودين منين يجيب نادي الزوراء؟ بعدين أكو أمور أخرى، قد يكون نادي الزوراء ما عنده ذيك المالية اللي يقدر يستقطب بها نجم كبير محترف، إنه لأنه يريد مبالغ ويريد سكن ويريد إلى آخره، وعليه انه دا نشتغل بالموجود. والنادي الزوراء نادي الزوراء نعم يمرض ولا يموت، لكن انه اني من خلال متابعتي للفريق وللكادر التدريبي يعود الى نادي الزوراء الى مكانه الطبيعي، وان شاء الله يحقق الانجازات والانتصارات. خلينا نقول انه بالرغم انه بعد قدامنا كثير لبطوله الاتحاد الاسيوي، لكن خلينا نقول هذه محطه الى نادي الزوراء لتعرف على اللاعبين وعلى الكادر التدريبي للموسم
23 24 خلينا نقول هذه المحطة الى نادي الزوراء. نادي الزوراء نادي كبير رقم اول، نادي الزوراء كل الصفات يحملها سواء بالإدارة بالكادر التدريبي بلاعبيه. نعم إخفاق بسيط إن شاء الله أنه تقعد الإدارة مع الكادر التدريبي مع اللاعبين لإعادة النظر بالفريق مرة لوخ، وإن شاء الله الفريق جاهز ويقدم آني بس يراد لفت فترة معينة إن شاء الله، والكادر التدريبي أنه الفريق يرجع إلى مكانه الطبيعي هو الزوراء زوراء إن شاء الله. هذا ما نتمناه بعودة الزوراء كابتن إبراهيم. بالتأكيد سنرتقي بمستوى الكرة العراقية، لأنه أرجع وأقول لك لا يمكن أن نهمش دور هذا النادي الكبير حتى لا نبخس حق نادي الكهرباء. هذا الفريق الفتي يستحيل. هذا الفريق اللي استطاع أن يكون شيئا ورقما في كأس الاتحاد الآسيوي، هو اليوم يضيف علامة جديدة من علامات التألق عندما يتغلب على أهلي حلب سوريا بهدفين دون هد ويضيع ضربة جزاء، ويلعب أمام الكويت الكويتي صاحب الخبرة الطويلة في كأس الاتحاد الآسيوي ويتعادل من دون أهداف بعد أن أضاع كما من الأهداف. كيف تصف هذا التطور الحاصل صحيح بكرة الكهرباء كابتن إبراهيم؟ والله أنا متابع إلى فريق الكهرباء بالدوري الماضي، فريق لطيف، فريق يلعب كرة حديثة، فريق يلعب جماعي، كيفية التصرف داخل الملعب يملك مدرب شاب كان لاعبا مميزا ومدربا حاليا مميزا. أبدا ما ينعب على فريق الكهرباء، فريق الكهرباء من الفرق الممتازة، والفريق هسه يعدوا له إعداد ويحسبوا له حساب في الدوري إن شاء الله 2023-24، لأنه فريق الكهرباء حساباته تختلف، دا يلعب كرة حديثة، دا يسجل، دا يلعب بروحية عالية. يعني أنا أبارك لهم فريق الكهرباء على هذا المستوى الرائع من كادر تدريبي ولاعبين، ونتمنى أنه يستمرون بهذا الإنجاز وهذه التوصيفة الرائعة أنه الكرة الحديثة في نادي الكهرباء وكيفية التنقل بالثلث الدفاعي والوسط والهجوم. أتمنى لهم الموفقية هم وكادرهم التدريبي وإدارتهم، وإن شاء الله أنه الفرق ترتقي للمستوى المطلوب لسمعة العراق أولا وسمعة الأندية أولا. نادي الزوراء نادي كبير، نادي رقم واحد، مشارك لنيل البطولة، لكن تصير تعثرات في البطولة، لكن أنه نقدر نعالج الموقف ونرجع إلى سكة الطريق. كابتن إبراهيم يعني حضرتك لست معنيا لأنك لست عاملا في الإدارة، لكن أريد أقول لك أنه نفس اللي تمرون به من ضغوطات مالية يمر بها فريق الكهرباء، لأننا قريبين من إدارة الكهرباء وأيضا هم يعانون من شح الأموال. لكن عندما نشاهد ونتابع نحس أنه فريق الكهرباء ده يرتقي موسما بعد آخر، بعد الاستقرار على لؤي صلاح، الاستقرار على محترفي، تطعيم الفريق بلاعبين. لذلك يعني أجد الظروف اللي يمر بها الكهرباء والزوراء هي ظروف متساوية، مع أنه هذا الفريق يتألق، هذا الفريق يعني للأسف الشديد يتعرض إلى كبوات. فشون يعني نتحدث عن هذين الموضوعين بذات الاتجاه كابتن؟ هي صحيح أنت مثل ما تفضلت أنه هنا ضائقة مالية وهناك ضائقة مالية، لكن أنه أنا في رأيي أنه كلاعبين وكمدربين عندما تشتد الوطيس وأنه الزوراء زوراء، أنه هذا تنترك، يفترض تنترك الجانب المالي، جانب الإداري على صفحة، ونشتغل على الجانب الفني. لكن أنه كرة القدم كل شيء بيها، وأنت مواكب إلى الفرق سواء بكرة القدم بكرة السلة، تصير حفوات وتصير كبوات، لكن ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي، وإن شاء الله يرجع الزوراء. يعني ده تعجبني ثقتك كابتن إبراهيم، كل الأمور سواء ده تعجبني ثقتك العالية اللي تتحدث بها عن الزوراء. يعني هذا فشيء جميل جدا كابتن إبراهيم.
استاذ محمد حقيقه لان انا ابن النادي، انت صحيح. تدري انا هسه مسجل 51 عام ما طالع من باب النادي، واعرف ما شاء الله النادي، واعرف النادي صاحب إن شاء الله الانجازات الانجازات الله يحفظك صاحب الانجازات والبطولات والناس، يعني ادري انت ويا الزوراء كابتن ابراهيم سواء في كره انا متابعك، يعني حقيقه اكو فد مفارقه غريبه، يعني ابراهيم علي نجم كبير في المنتخب، انا كنت طالب مدرسه اسمي محمد ابراهيم علي، فاكثر الناس يقولوا لي ابوك ابراهيم علي، فانا كنت اقول لهم ايه، فكنت يعني يعني افتخر واتذكر انه يعني الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ محمد. نعم استاذ محمد، هاي لازم هاي لازم تدفع لي ضريبه، تدفع لي ضريبه المفروض. حاضر حاضر كابتن. ايضا اكو فد شيء اني اذكره انه ابراهيم علي ما ضيع ضربه جزاء مع الزوراء، يعني الثقه اللي عندك، واكو بعض المباريات تصير ضربتين جزاء في نفس المباراه، يجي ابراهيم علي يضربهن بطريقه مختلفه، هاي طبعا ايضا اني اتذكرها. لذلك يعني انا من وجهه نظري الزوراء من الصعب ان ينجب لاعبا بمواصفات ابراهيم علي. الله يحفظك، الله هذا ذوقك وهذا شيء انا اعتز به استاذ محمد، وانت تعرف ايش قد امانه انت تعرف ايش قد قدمت للزوراء وقدمت للمنتخبات، والحمد لله والشكر، ولا يزال نقدم بالفئة العمرية في نادي الزوراء. أنا أستاذ محمد أقول لك اطمئن على حالة الزوراء وعلى مدربيه وعلى لاعبيه، أنه إن شاء الله ينهضون نهضة كبيرة ويعود تعود الانتصارات ويعود الجمهور إذا زعلان للفريق، وإن شاء الله أنه أنا مستبشر بالمباراة القادمة انه الفريق يحقق شيء نتيجة ولعبا. هذا زوراء لا تخاف عليه ابو جاسم. نعم. زوراء يمرض ولا يموت. نعم. زين هذا صاحب انجازات وبطولات ورقم اول، واني مع احتراماتي لجميع الاندية زوراء عندي سكر المباراة في البطولات سواء صحيح. الآسيوية المحلية الدوري غيره، الزوراء له حضور كبير الزوراء في كل شيء. بس كابتن ما اخفيك سر، يعني نتائجكم المتدنيه ده تخسركم الكثير من الجماهير، هناك كثير من جماهير الزوراء عاشقين لكره الزوراء، لكن سوء النتائج خلت الجماهير تعزف عن الحضور، وانت تدري الزوراء من يلعب الجمهور يزلزل الارض في كل الملاعب، فالان اكو عزوف صحيح. حتى اكون منطقي وياك كابتن، لان النتائج هي اللي تجيب الجمهور كابتن ابراهيم. اي لا 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 معاك انا ابدا ابدا ما اختلف وياك بهذا الجانب، النتائج مهمه، النتائج تنطي استقرار لدى الاداره، لدى الكادر التدريبي، اللاعبين، الجمهور اللي دا يراقب الفريق ودا يروح معاه في حاله وترحاله، الجمهور رقم 12، الجمهور له دور، جمهور الزوراء إلا دور كبير ومن حقه أنه إذا نتائج غير إيجابية يزعل، لكن أنه هذا الزوراء باعتقادي أنه ما راح يزعل جمهوره وراح يعيد جمهوره أضعاف مضاعفة وحضور مميز في الملاعب إن شاء كابتن الله إبراهيم. بالأيام القليلة القادمة. يعني الآن أحد الشخصيات الإدارية الكبيرة. نعم. في نادي الزوراء السيد ناظم العفون يبعث برسالة ويقول تحية إلى الخلوق الكابتن إبراهيم علي اللاعب والمدرب، وسيظل الابن البار للكرة الزورائية، فتحية الأستاذ ناظم اللي الآن دخل وياي على الخط، وهاي رسالة لازم أوصل لك إياها كابتن، ولو أنت شعبيتك ما شاء الله جارفة بالعراق. الله الله يحفظك أستاذ ناظم، أخويا وحبيبي وعضو هيئة إدارية سابق واشتغل إلى نادي الزوراء، وأخويا اي وتحياتي الى الاستاذ ناظم، استاذ ناظم من الشباب الرائعين اللي كان مواكب عضوا في الهيئه الاداريه في نادي الزوراء سابقا، واتمنى له الموفقيه، واللي ارجوه من الاستاذ ناظم يتابع فريق الزوراء متابعه جيده. لا يقول لك ما يتابع، يا هو سابق عضو هيئه اداريه يتابع ويدز بالرسائل يعني خاف قلبه ينبض بحب الزوراء. اي زراعي للنخاع، زراعي للنخاع ان شاء الله.
كابتن إبراهيم بدقيقة واحدة تحياتي الكلمة. إلى تحياتي للسادة وتحياتي لك أيضا بدقيقة واحدة الكلمة اللي تحب توجهها إلى جمهور الزوراء وإلى جمهور الكهرباء رغم قلة القاعدة الجماهيرية لنادي الكهرباء، كلمة بأقل من دقيقة. تحياتي إلى جمهور الكهرباء وأريد مزيد أنه وكثافة الجمهور إلى نادي الكهرباء الذي يلعب كرة حديثة، مساندة هذا الفريق والكادر التدريبي، الجمهور الرائع لفريق الكهرباء، أقول لكم مبروك ومبروك لفريق الكهرباء على هذه النتائج. أما فريق الزوراء إن شاء الله يصالح جماهيره بالمباراة القادمة، وأعتقد أنه زعل بين الحبيب وحبيبه سهل في لحظات أنه تتساوى الأمور وترجع الأمور إلى مكانها الطبيعي. الزوراء زوراء الزوراء رقم واحد، أتمنى من الجمهور أن يوقف وقفة واحدة مع الزوراء في جميع الظروف. الزوراء يعود في أي لحظة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن العزيز الكبير إبراهيم علي، شكرا لحضورك الكريم معنا في هذه الحلقة مع أمنياتي القلبية لشخصك الكريم بدوام الصحة والعافية والموفقية، وأن لقاءاتنا تتجدد مع حبي واعتزازي لجمهور الزوراء ولفريق الزوراء وأيضا لفريق الكهرباء الفريق الشاب الفتي الذي يقود المدرب القدير أنا أعتبره لؤي صلاح، وأنتظر المزيد من الإبداع لناديي الزوراء والكهرباء وأيضا القوة الجوية لأنهم ممثلي العراق في البطولات الآسيوية. سادتي الصالات النسوية، طبعا شيء جميل أن نشاهد أن هناك اهتمام بالقاعدة النسوية على مستوى المدربات على مستوى الحكمات وعلى مستوى الكرة النسوية عموما. فريق عمل الشوط الثالث كان حاضرا، وأمجاد ناصر هيئ لنا هذا التقرير عن هذه الدورة اللي افتتحت في مدينة أربيل يوم أمس، نتابع. من أجل الاهتمام بالرياضة النسوية وتطويرها من الناحية التدريبية للارتقاء بتحسين المستويات الفنية للاعبات المؤهلات لتدريب الفرق للحصول على الشهادات المعتمدة للتدريب وفق مناهج حديثة ومتطورة، أقام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الكردستاني في أربيل الدورة التدريبية الآسيوية لمدربات كرة الصالات على القاعة المغلقة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة صلاح الدين في مدينة أربيل بمشاركة 17 مدربة من مختلف المحافظات العراقية. أكيد هاي الدورات تطوير الكرة النسوية، لأن أنت تدري مثل ما كم سنة صار أنه ماكو لا دورات لا مشاركات الفرق، فأتمنى يعني نسوي فشي جديد. بالبداية بدينا بالدورات التأهيلية، صارت ببغداد 4 دورات سوينا، وهسه الدورة هنا مال دورة ليفل 1. يعني أنا برأيي الدورة نجحت نجاح تام، لأن الدورة هاي أول مرة دي يصير الدورة 6 أيام، عدد المشاركات 19، المحاضرات النظرية كانت بالملعب الاتحاد الكردستاني مخر الاتحاد الكردستاني، والعملي قال الداخلية للجامعة صلاح الدين كلية التربية الرياضية. قدمت المحاضرة اللبنانية المعتمدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محاضرات مكثفة نظرية وتطبيقية، والتي أشادت بالمستوى الفني الكبير للاعبات كرة القدم النسوية، خاصة بعد إحرازهن لقب بطولة غرب آسيا الأخيرة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، فيما أكدت المتدربات عن أهمية هذه الدورات ليرفع مستواهن الفني والبدني كلاعبات ومن ثم مدربات للفرق بعد حصولهن على الشهادات المعتمدة للتدريب. للصدق يعني في الكورس في مستويات مختلفة، طبعا بكل المحاضرات اللي اعطيها بيكون في بنات عندهم خبرة لعب اكثر من بنات، طبعا البنات اللي عندهم خلفية عن اللعب، ممكن في بنات بالورشة في عندهم خبرة لعب مع المنتخب وكمان في عندهم لعب مع الأندية. بصراحة البنات هذول عندهم مستوى يعني ان شاء الله في حال كملوا يعني مستوى صراحة حيكون واعد ان شاء الله، ويعني نشوفهم ان شاء الله بكرة مع فرق وأندية وممكن بعدين بالمنتخب.
اول شيء هاي اول مره يمكن اني اشارك، يعني كالي اول مره اشارك دوره نسويه. اللي استفادت من عندها طبعا تطوير العامل النسوي، لازم يعني انه خلال مرحله التطوير حاليا بالنسبه لي اول شهاده يعني حاليا اكملها. والحلو الشيء الحلو انه المحاضره اللي تنطينا هذه جايتنا من خارج البلد، ثقافتها تكون اكثر، شهادتها ماخذه يعني شهادات هوايه. وبس يعني حاليا احنا بعدنا يعني هاي اليوم الثالث بالنسبه لي انا حاليا كلاعبه. زودت كنا انه انا لاعبه، زودت بالنسبه لي الشهاده اللي تفيدني، لانه انا كلاعبه بالإضافة إنه لازم أكون عندي شهادة تدريبية. تأتي هذه الدورة التدريبية للاهتمام بالرياضة النسوية وتطويرها للارتقاء بالمستويات الفنية للفرق التي تصب لصالح المنتخبات النسوية الوطنية. لبرنامج الشوط الثالث، أمجاد ناصر، أربيل. إذن شكراً أمجاد ناصر على هذا التقرير، وبه نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل إنارة رضاكم، واللي أشكر فيها ضيفي الكريم الكابتن القدير إبراهيم علي اللي كان ضيفاً عزيزاً من استوديوهاتنا في بغداد. سادتي الأحبة، شكراً لطيب المتابعة، أنقل لكم تحيات جميع زملاء اللي كانوا معي في استوديو البث في الكنترول، ومن مخرج البرنامج المبدع قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، إلى حلقة جديدة أقول لكم في أمان الله.